أهلا بكم مع سندريلا الشاشة. تعاد أخت القمر بين العباد حسني اشتهر. فنانة الشابة نجمة السينما سعاد حسني أهلا بيكي. أهلا بيكي سندريلا. سعداء بلقائك. وإحنا بنلتقي بسعاد حسني إنما بنلتقي بوجه شاشة السينما العربية البشوش المرح. النهاردة مدام سعاد لما نرجع لورا شوية كده 15 سنة أو 20 يعني أو 30 أيام كنت بتغني في الأطفال نقول يوم له ذكرى في حياتك أيام كنت بتغني في الأطفال تذكري الفترة دي؟ أنا الحقيقة ما أذكرهاش خالص لكن اللي عرفه ان مامتي مثلا كانت بتقول لي يعني كنت بتعملي كذا وابويا الله يرحمه واخواتي وكده يعني مثلا كانوا بيقولوا لي ان انا اولا كنت بغني وانا عمري سنتين ونص في برنامج بابا شارو وكنت يعني يدوب بنطق يعني يدوب الحروف كده بتبان يعني فكنت بقول حاجه اسمها طولي شبر وجهي بدر صوتي سحر كلي بشر دي كل الاغنيه وأغنية تانية اسمها أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسني اشتهر دي برضو كل الأغنية فمش عارفة كان مرة في تسجيل ولا في الإذاعة وأظن كان مش تسجيل كان بيبقى على الهوى زمان وهم اتأخروا شوية وكده وأنا نمت تحت البيانو عادي قوي يعني لغاية ما جات الحتة بتاعتي فقوموني ورحت قايمة واقفة قدام الميكروفون وأغني يعني صحيتي من النوم على دخلتك على الميكروفون ما ارتبكتيش لا انا مش فاكره ده هم اللي هبيحكولي يعني انا مش فاكره حاجه خالص طب دي الفتره الاولى وايام الفتره الاولى في حياه سعاد حسني في الاطفال لا في حاجه كمان تانية كان مره مش عارفه طلعت على مسرح وكان عمري بقى ساعتها يمكن 30 ونص او حاجه زي كده وبعدين من كتر ما يعني بنت صغيره قوي فالناس قوي 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 كانت حفله فيها عدد كبير جدا من الناس فالتسقيف الجامد قوي قوي خلاني عيطت برضو دي يعني بيحكوا لي يعني من يومك كنت جماهيريه فترة عمر سعاد حسني 30 ونص دول الى فتره ثانيه تاليه تحسي في يوم كده حسيتي انك انت بداتي تعي الحياه بداتي تحسي بالحياه وتلتفتي حولك وتحددي انت رايحه فين اليوم ده تذكري كان تقريبا سني 12 سنه وكنت بقف قدام المرايه كتير قوي افضل ارقص ومش عارفه ايه وبعدين كنت بقى اياميها مشهوره بان اي عيد ميلاد لحد من قرايبنا لحد من صحابنا انا لازم اغني فيه ويا دبلة الخطوبه في اي خطوبه ولا اي حاجه عقبالنا كلنا وواحد اتنين اغاني شاديه والحاجات دي كنت على طول انا نجمه الحفلات اقول وارقص واديله فكنت الفتره دي كنت بغني الحاجات دي بما ان اختي نجات بتغني فانا برضه لازم اكون بغني وبما اني كنت بغني وانا طفله مساله التمثيل دي كانت بعيده بقى خالص لسه ما كنتش افهمها عن نفسي ولا كنت فكرت فيها ولا اعرفها خالص بس كان دايما حلمي وتفكيري ان انا ابقى مغنيه زي نجات يعني كانت باعتبارها المثل في الوقت ده اللي قدامك يعني كانت بالنسبة لك الفن هو انك تغني لا وباعتبار ان انا كنت لما غنية دبلة الخطوبة او واحد اتنين او الحاجات دي وخمسة وستة بتلاتين يوم كل الاغاني دي كنت باخد سكسي جامد كانوا مسقفولك وكان بيدعوك بقى في عيد الميلاد كده ببلاش يعني ما هو ببلاش بقى والبلاش كتر منه يعني